شباب شوف ترى من يتعدى الواحد الأربعين، 45، 45 وتظهر عليه علامات الكهولة، ما أقول الشيخوخة، الكهولة، خطوط كذي تحت عيونه، كريشة صغيرة، جيبه بدأ يعني يتعمر بشوية دنانير، فهم شلون؟ يعني يقول حق عياله أص لا تحجون عن الحكومة، ترى الحكومة صديقتنا. روح حق الفئة الرابعة اللي حسب المثلث اللي انت راسمه كبيرة، هي اللي يعني ماخذة تقريبا يمكن 50% من مثلث الشرائح. صح، هذه الفئة انا اسميها المغيبة. المغيبة، المغيبة، فئة المغيبة، يعني اللي ظهرت فيهم السمنة، حتى السمنة، حتى السمنة ظهرت فيهم، فهمت كيف؟ لأنهم حريصين على التموين، أكو ديرة يعني يصلها التموين بهالأسعار البسيطة، ما أكو ديرة تموين، خلياك لين يشبع، أكل خلياك لين يشبع، ينتظر الهبات العلاوات.